فامطروا يا بهوات. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا ميت الف 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 مليون اهلا ومليون الف سهلا بيكوا يا بهوات. مصر كلها منوره، منور تنبهلها. الله يخليك. ابو سليمان، وش تقول بتخمت هالحصان هالشقه؟ لا اعطني رايك. لا 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 لا، الشقه زينه 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 زينه. لا لا، يلا اليمه شرحه. اجل ما دام انها شرحه حط شنط بالغرفه. يلا ماشي. يلا هلا هلا حييك. قول ابو سعد، انت ما 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 شفت الباب؟ ما كنا يردو؟ ما شفت شبابيك؟ شبابيك وايد يا ابو مساعد. وش بلاك انت؟ تنقلب في الدقيقه 500 قلبه. همك من شوي تقول شارحه شارحه. يلا هلينا. هذا مو قلب، هذا هذا عرس، هذا هذا عرس. وترى على فكره هذا اللي معك هذا انا ما ارتحت له. لا تقول لي سليمان. ايش بلاك انت؟ الا انت ايش بلاك انت؟ ايش بلاك؟ همك من شوي تقول كل شيء زين. لا لا لا، الشقه شقه شقه زينه. اترك عنك شقاء وشقاء. يلا اليمنى. بسم الله، أي خدمة بهوات. حياك، روعتنا. ما طول لي عمرك. الله. المهم ترى حنا نبينا طال عمرك خدامة أو طباخ. حنا الرجاجيل نبي طبخ ونفخ وقهوة. بشوف النحدن متى يجي لمنا بس، متى؟ الصبح من نجمة تكون عندك إن شاء الله. الله يعافيك. هذا مواسم. في أمان الله. مع السلامة. أنا ماشي بقى. حياك يا هلا. لا تمام تمام. لا لا تمام 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 تمام. بس مساعد بيبانهن يبيلهن سرقي. شو؟ يبيلهن سرقي. شو سرقي؟ سرقي هذا اللي لا إله إلا الله يا ربي، لا إله إلا الله. هذا اللي نقفل فيه، اللي يقفل فيه. ما يبيلهن مزاليك، ما يبيلهن شيء. هالي شقة طال عمرك بيبانها موجودة ومفاتيحها موجودة. وش هو لنا نحن نحط ذا؟ وش اسمه؟ شلون وشو لنا نحط له؟ وش اسمه؟ نخلي اجناطنا بالبيبان مالها قفل. وش تبين نغير مفاتيح البيبان كلهن وقفولتن؟ انا بشوف. ادخل ادخل. اي خدمة يا بهوات؟ خير خير. جاك ما شاء الله عليك. الى هالحين ما تحلحلت. اي خدمة بي؟ سم؟ اي خدمة يعني محسوبك عدو البواب. انا هنا البواب اسعدت بيه. انا كل حاجة في المنطقة دي اسعدت. اي حاجة تعوزها سعادتك، اي حاجة تخطر على بالك كده بس تعدي اطلبني سعادتك، ومعاك نمرة التليفون يعني. الله يسلمك. تسلم تسلم. لا لا صحيح بجد سعادتك، يعني لو عايز اي حاجة اطلبني تلاقيني هنا فريرا. او صفينا. أي خدمة بي؟ مش حلو هالكبات؟ خشب زينة. والله أشوف هالجنطة. الحين شو اسخن بهالفلوس وهالجوازات؟ ها؟ احطهم حد الشرطه هي. لا يبا، شربائي هذا طلعه. دخل علينا احد الحين وبدا الدحواس والقطن. احطهم حد الكبت. ها؟ احطهم حد الكبت. وين حد الكبت يا ابو شيخ؟ شو سخن الحين ابو يعني؟ ها؟ الحمد لله وربك دولاب. أي
اي خدمه بيه يعني سعادتك، بس اطلب اي خدمه، اتمنى بس امنيه كده سعاده البيه، اي خدمه. ما قلنا شيء ابن حلال، ترى بلشتنا انت، قلنا تسلم، ما قصرت. ما قصرت؟ يا سعاده البيه يعني ايام مفترقه، كل سنه وانت طيب. ما انت ابن هلا. طب انا ماشي. امشي، احد قايل لك اقعد، يلا. والله بلشي، والله بلشي. أنا هذولي شو أسوي فيهم هذولي؟ هذولي برا مباقن، أنا شو أسخن بعمري؟ والله بلشي. أنا قبل حياتي، قبل حياتي، وأنا أخذت مساعد، أنت حاسبيني مساعد؟ وأنا أخذت أنت طقامة؟ شو أسخن برا؟ شو أسوي؟ دولاب ما وشن هالدار هذه صادي؟ ها؟ لا والله شن صادي؟ الفزهم الفزهم مكان 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 صادي. هالحين الواحد يرتاح يا حجي، السكانة جاي تعدل هالراس. قبل سعادتك ما تيجي يا سعادة البيه كان برضو في بيه طيب كده محترم زي سعادتك، يعني سعودي برضو اسمه صالح، عارفه بيه؟ صالح صالح، اي الدب وقصير. مظبوط يا بيه، اهو صالح ده بيه بقى كان راجل الله يكرمه الله يكرمه، كان راجل شوف يا بيه، شوف الناس تمشي ويفضل ذكرها طيب موجود. يا سلام يا سلام على الاستاذ صالح بيه ده، بيه ده كان راجل كريم يا بيه، كان كريم قوي يعني. انا ماشي وانا قاعدك، امشي امشي. اي خدمه بيه؟ والله حالي والله حالي. أيوة والله حالي والله حالي. والله شنو مكان زين هذي. اي هالحين هالحين الواحد ارتاح يا ابن الحلال، تراك بلشتني غثيتني لك نص ساعة وانت انا ماشي بقى ماشي بقى، اذا انت ماشي بقى فمش بقى ما تلحلح بقى. هلا ولحلح. وزيت المكار يا حجي اللي قلنا الازرق ما يدلهن. اقول هذا ايش عنده ما راح؟ عطنا عطنا 20 جنيه، طلع طلع بس وعلمك هالحين يروح. طب 20؟ اي اقول مو تشنهن وايد؟ ابن الحلال عطى بس عطى عطى وخلصنا. لا يبا ما اعطيها انت، عطاها انت المالي بهالطلايب. فم اي خدمه سعاده البي اطلبني انت بس حتى بس 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 يا مال الله. انا ماشي بقى رايح. وزيتهن المكان اللي قلنا الازرق ما يلقاهن، وهذا ترى هذا البواب هذا ترى دعله حكي وايد قرقه بقى 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 سكر راسي. عز الله الدعل هنهنت يعني ببليسك هالحين هو قاعد يكلمني ولا يكلمك انت؟ انا اللي سكني راسي ما هو بنت. يا حجي تدري وين وزيتهن؟ مش وزيتهن ما وزيتهن يا ابو سليمان، تراك غثيتنا انت، ايش بلاك؟ حنا عندنا شغل انت عارف، حنا جايين بنشتري فنايل قطن وعندنا اجتماع مع الحج طلبه. المهم حنا نبي نروح لما الحج طلبه، نبي نشوف الواضع، نشوف السوق ونرتب امرنا. اي العنوان معك ولا مهم معك؟ العنوان بجيبي، بس لا تقعد تقرق علي وتقول لي الحجة طلبة ما الحجة طلبة. شغل ما في شغل الحين،
اسمع انا بتلين يبا بتلين، تبي تروح انت الحج طلب الحال اقرع لحالك، انا روحه ما في روحه. مبروك مبروك علينا جميعا. الله يبارك فيك ويسلمك. تعملوا حسابكم حنتغدى كلنا سوا النهارده. الله يطول عمرك. لا والله مرتبطين طال عمرك. على كل حال انتوا لازم تكونوا هنا الساعة 5 علشان تعينوا البضاعة، بس انا مصر على انكم تتغدوا معايا النهاردة. الله يسلمك يا حجي طلبة. ابو سليمان عندي الشغل اليوم. هو صاج مثل ما قالوا مساعد، مرتبطين حجي طلبة. على العموم ما تنسوش اليوم معدنا الساعة 5. انت لو مخلينا نتغدى عند الحج طلبة مو احسن من هاللاستيك هذا؟ اقول والله على كل هذا يحمل شد كان من نعمه. يا كثر بربرتك خل عنك الكلام، بس يلا حاسب خلصنا. ابو مساعد الحق ابو مساعد، والله الشقه طاح بالنيل ابو مساعد. وين هي؟ شوفها شوفها نط ابو مساعد، انا ترى ما اعرف اسبح ابو مساعد. عنوان الشقه هجي لها تطيح سنونك الى مين؟ انا مو بليسك عنوان الشقه ذا، من شفت حرصك ذا الشقه من باب الباب. والله اني عارف ما وراك الا الدجه. يعني مش فاكرين فين بالضبط؟ والله انا يا حج طلبه شني لمحت وحنا طالعين من الشقة، لمحت قبب خضر، وحنا جايين من المطار شن سواق التاكسي هذا قال ترى حنا بالدقي. الله يدقدق حنوتك عجل ما بطأ، هذا وانت الحريص. والله الحين حنا وشنا بنسوي؟ حنا اقعد اكفخ؟ يا جماعة ما فيش حد حيحل مشكلتكم غير الشرطة. عز الله انك جبتها. ايه نروح للشرطة. ترى ما علينا عايز، حنا شرطة ما شرطة شلي بلاني يعني. شوف ابو مساعد اقول لك اياها من الحين، شرطة ما فيه. انتم وصلتوا مصر امتى؟ حنا جايين هنيتن حضرة الضابط عشان نشتري فنايل. ترى حضرة الضابط حنا ما سوينا شيء، حنا كلش ما لنا بهالطلايب. تراك ابلشتنا وغثيتنا، أحد سائلك؟ بعدين اركض، ترى الركادة زينة. حنا يا حضرة الضابط وصلنا اليوم على رحلة الساعة 8:30 صادق على السعودية، جايين من الرياض. اي نعم. احنا حندبر لكم سكن في فندق قريب، وبكرة الساعة 1:30 بعد الظهر حتكونوا عندنا، وبإذن الله تعالى هنلاقي حل للمشكلة. طب ساعد يلا يبا يلا يبا خلصنا. اصبر يا ابن الحلال لا اصبر يا ابو سليمان، اصبر شوي. وين اصبر معه يا ابو مساعد؟ وين اصبر معه؟ خلي ترى هذا ابو مساعد هذا كذا من الاصلي كذا قلناه. ترى ترك افتح يا ابو سليمان، ترك ازعجتني. لا يخليني الحين ما افتح الباب لين الصبح. اصبر شوي، اللي فيني مثل اللي فيك او اكثر. لا ما فيش. وين اللي فيني يا ابو مساعد؟ واللي اللي فيني انا؟ وش الله بلاني انا بهالحاله؟ ها؟ وش الله بلاني يا ابو مساعد؟ الشقه ضاعت الشقه مو بعيده يا ابو مساعد، انبقنا الحين انبقنا. ولك افتح ولك افتح يا ابن الحلال. اصبر بعدين الحج طلبه كان بيعزمنا على الغداء ويتحنى مرتبطين، صح ولا لا؟ ولك من اللي قال الثاني؟ ولك لا تبغى تشدني. مساعد افتح مساعد. يا الله انك تشبهني بليسك. اصبر وراك. مين اصبر وراك؟ خلاص افتح وراك. ادخل. تمام فندم، كل الشغالين موجودين برا فندم. اتصل بيهم وخليهم يجوا حالا. امرك يا فندم. سليمان الحق الحق الله يرحم والدينا ووالديك. وين؟
افتح يا ابو سليمان افتح. حدك. دايلك خلي في ايدك الحاج الطلبه يا ابن الحلال. ما احنا مو وقت الحاج الطلبه. هدي يا ابو دمار. يا ابو سليمان يا ابو سليمان اليوم يومك يا ابو سليمان. ولك ندم على نكته، ندم على نكته ولك. يا ابو سليمان خل عنك المزح. هدي يا وصيت. هدي الحين سواليف وقرف. وانا وانا يومي يومي قاعد انا قاعد اشمر معاك ولك. يا ابن الحلال مو وقت الحاج الطلبه يا ابو سليمان. انتوا ابو المو شنو هذا؟ لا مو ابو مش في من بوهته. لا 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 في من بوهته هذا الضابط. لا ابيض ابيض. ما كنا هذا؟ ما انت اللي ما هم دول ابي وصلتهم وعارف علوان الشقه. بسم الله لا اله الا الله. الحمد لله وشكرا يا ربي. اي والله الحمد لله وشكرا يا ربي. قايل الله الحمد لله وشكرا يا ربي. قايل الله قايل الله لقينا شقتنا. احمد ربك ولك احمد ربك واشكره. الحمد لله احمد ربك واشكره. ولا كان علوم الحين كان علوم. اي والله بروح اشوف بروح اشوف ليه سالتنا وجوازاتنا. اكثر واحد يحرص واكثر واحد يضيع. يلا التوفيق بسم الله. الله ابو مساعد والله هو القاهره بالليل يرد الروح. ولو انه بارد شوي ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يضر. ما تلاحظ يا ابو سليمان ها يوم نحن نصلي صلاه الفجر من طلعنا ما في احد في الشوارع ابد 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 ابد. سكته سكته بس ايش زينها ايش زينها القاهره. لا لا زينها تونس تونس. ابو سليمان ايش فيك انت؟ اخذتها من البواب عنوان الشقة؟ لا ما اخذتها. شلون ما اخذتها؟ ما اخذتها انت؟ ما اخذتها انا مو بنت الحريص. وي حريص اي حريص اخذت انت ولا لا؟ وانت قلت لي انت تضيع عناويننا خلي هذا عليك انت. بس ما وصيتك انك تاخذ العنوان من البواب. ايش دراني انا ايش دراني؟ شو ايش دراك انت؟ اقول ما لنا الا الشرطة امشي. قسم العوزة نلحق عليهم بس. الحي يا عبدي الحي يا عبدي الحي يا عبدي الحي يا عبدي الحي يا عبدي. الحي يا عبدي خبر ايه يا ولد؟ الحي يا عبدي ابو سريع عملها تاني النادل يا بوي وحرق المحصول. عاود وعملها النقص وسرق قموسة بسطويسي كمان. وسرق قموسة بسطويسي كمان. اندموني على شجر الأبر وحصلوني على هنا دوام. أمرك يا عمدي. هن يا ولد تهور. الحي يا عبد الحي يا عبد الحي يا عبد الحي يا عبد الحي يا شيخ الغفار 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 الحي يا شيخ الغفار. ما ايه في ايه؟ الحي يا شيخ الغفر ابو سريع حرق الزريبي وسرق المحصول وسرق جاموسة بسطويسي كمان. دي وازاي ده حاصل وامتى حاصل؟ مش وقته يا شيخ الغفر. العمد هناك شايط ونايط وحصلوني هناك. شايط ونايط شايط ونايط شايط ونايط آه. طيب ثانية واحدة ما جبت سلاح. Meet him now!
ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ هو ابو سريع ما فيش غيره اللي منغص عشتنا. انت متاكد انه ابو سريع ورجالته؟ بعيني بعيني شفته هو والرجاله بتوعه بيحرقوا الزريبه. اه يا باي، وابو سريع شايل شايل جاموسه بسطويسي فوق كتافه. محدش هيقدر يشيل الجاموسه غير ابو سريع، انا عارفه كويس. منك لله ابو سريع، منك لله. ما تخافش يا بسطويسي، انا حرد لها الطاق طاقين. وانتوا يا ولد ابقوا حصلوني على الدوار لقد ما نشوف يا اخر ابو سريع. احنا ما نقدرش نعمل على ارواحنا يا عمدة. احنا سببات نمشي يا عمدة، مش عيشه دي يا عمدة. خلاص الكلام دي ما عجبش نتيجه. العمل ايه يا شيخ الغفر؟ انا بقول نعمل له كمين، واحنا عارفين انه هناك في الجبل. بهدي اديني الاوامر يا عمده، وانا وحنفي نطلع له على الجبل ونخلص لك عليه. احنا رجالتك يا عمده. لا يا حنفي، انا ما اقدرش افرط فيك انت وبرعي، وابو سريع مش سهل عينيه مفتحه. يعني نسيب البلد سايبه لابو سريع ورجالته؟ لا ده مش حل يا عمده. ابو حنفي وبرعي يطلعوا فوق الجبل يخلصوا عليه. الحكاية مش سهلة يا ولد، احنا هنطلق حنفي وبرعي يحرسوا البلد في الليل، وعندما يوصل الخبر لابو سريع ما يقربش البلد واصل. العمدة محملكم المسؤولية، وانتوا قد المسؤولية. اني واثق فيكم والعمدة واثق فيكم. العمدة واثق فيين؟ فيه صح. انتوا رجاله ولا مش رجاله؟ رجاله. انتوا تفهموا ولا ما تفهموش؟ بنفهم. تعرفوا تقعدوا ولا ما تعرفوش؟ نعرف. اقعدوا، فتح مخك منك ليه؟ اني هشرح لكم الخطه، اني خبير في الاجرام والمجرمين. خبير في ايه؟ في المجرمين. اشم المجرم من على بعد 335 كيلو. من على بعد ايه؟ 335 كيلو. اشرح لكم الخطة. واحد، هتمشي تهم لازمين بعد، كل واحد لازم اخوك كما ضله. كما ايه؟ كما ضله. صح. تمشوا غرب البلد، تمشوا شرق البلد. تمشوا فين؟ غرب البلد وشرق البلد. صح. تمشوا قبل البلد. تمشوا فين؟ قبل البلد. أنا مش خايف عليكم، بس خايف عليكم. إزاي؟ ما أبو سريع مش زي سبع الليل. أبو سريع شل جاموس على كتفه، لكن سبع الليل اكبر حاجه شالها على كتفه حمار. شال ايه على كتفه؟ حمار. او حضره العمده منبه عليك، وعليك تكون مفنجله. تكون ايه؟ مفنجله. وتكون في وسط راسكم. تكون في وسط ايه؟ راسكم. صح. اقول لكم الخطه، تمشوا شمال البلد يمين البلد قبل قراد. تقولوا ايه؟ يا صح. قبلتكم الست تقولوا ايه؟ يا صح. قبلكم ابو سريع تقولوا ايه؟ يا لا لا ما تقولوش ها. تمسكوه وتجيبوه صاحي. حضر الجناب العمد عايزه صاحي. عايزه ايه؟ صاحي. فهمت انت هو؟ فهمني. فهمتوا ايه؟ فهمنا يا شيخ الغفر. ما تشيلش همي يا شيخ الغفر، احنا رجالتك. احنا ايه؟ رجالتك يا شيخ الغفر. لو شفنا ابو سريع هنجيب لك خبره. هنجيب لك ايه؟ خبره. صح. اقعد انت.
أقول جناب العمدة قال إنكم حتتصرفوا بأقصى السرعة. اصرف استنى غفير من أكيد ما قلتش من هنا من هنا ها من هناك ها من هناك ما فيش حد نحيادي ولا حد نحيادي ولا ورع عامل ايه مع البنت شلبي اصلبوها شيخ الغفر راسه ناشفه وغتت مش هيجوزني شلبي الا لما ابني لي بيت على التوي والله يخرب بيكم اوعى تدوس على الزناد انا الشيخ الغفر كلمه سر ده يا طلع شيخ الغفر بصحيح مش تبتح عليك يا حلفي انت تعبت في عينيك ولا تعبت في عينيك سد خشمك منك ليه انت ما اللي عتب على النظر يا شيخ الغفر راجل التوهو سهرانين طول الليل وعينيكم فجله وفي وسط راسكم براوه عليك على التوهو ايه الاخبار لفيت شرق البلد وغربيها ولا لا كله 100% لو ابو سريع راجل يوريني روح هنقطعه حتت يا شيخ الغفر راجل التوهو راجل من ده راجل براوه عليكم بقول ايه يا شيخ الغفر عدم المؤاخذه يعني يا ربي تجبر بخاطري عايز ايه يا شيخ الغفر اصله الولد برعي يعني عاوز يلم الشمل وما شوف له البنت شلبيه بقى ونقرا الفاتحه بالصلاه على النبي احطها في عينيا يا شيخ الغفر كتفي ده زاد وكتفي ده ميه اخرس اخرس لما تبقوا تقبضوا على ابو سريع نبقى نتكلم في الموضوع ده انت بقى قولها من هنا من هنا ابو سريع حرق البلد كلها ابو سريع حرق البلد كلها الحق يا عمده انا ما خبرش كيف ابو سريع الزفت دي دخل البلد كنتوا بتعملوا ايه اصله احنا يا عمده اخرس سولت منك ليه اخرس خالص لما العمده يتكلم انت تخرس اللي هيجنني انهم احسن ولد عندي في البلد كيف يتق عليهم ابو سريع اهدى انت بس يا عمده اهدى اللي هيجنني كمان وكمان انا خابر لو ابو سريع وضع في ايديهم هيقطعوك بالضيع كيف ده حصل يكونش يا عمده رجالتك حنف وبرعي اللي عم قول عليهم مخلصين ليك وللبلد يكونش يعني بيتعاونوا مع ابو سريع هبا كلام ده صح يا حنفي لا يا عمدة الكلام ده مش صح وانت بتتعاون مع ابو سريع ضدي لا يا عمدة الكلام ده مش صح احنا رجالتك يا عمدة سد خشمك منك ليه حطهم في الحبس وشدد عليهم الحراسة عما نشوف ايه حكايتهم وما ابو سريع يا حضرة العمدة ليه كده يا عمدة ليه كده يا عمدة لكن يا عمي في ايه من هنا اخرج من دفنه احسن اقطع ودانكم وانزعف افعكم ايه
انت مين وعاوز مين؟ بعدين هتعرفوا. الحي يا عمدي، الحي يا عمدي. قدامك. سمعت يا اخي الخبر؟ لا ما سمعتش. مش طلع برا وحنف اعوانا بصريع؟ معقوله؟ لا وايه؟ طلع ان مفيش حاجه اسمها بصريع ولا حاجه. امال بصريع ده طلع مين؟ طلع هو حنف وبرع يا راجل. ادي العمده بتاعكم، خدمكم بايه؟ مش انتوا برضه رجالته؟ حطكم في السجن، انما انا بصريع بعز رجالتي قوي واحطهم فوق راسي. قلتوا ايه؟ قلنا ايه في ايه؟ تكونوا رجالتي من دلوقتي وتقولوا لي العمده شايل فلوسه فين؟ احنا ما نخونش يابا، مش احنا اللي نبيع العمده علشان شويه فلوس. ولا عبد الجبار عمرك يا سيد المعلمين، خد العرض واتوصى بيهم، وان ما طلعتش بنتيجه خلص عليهم وارميهم في الصحراء رميه الكلاب عشان الديابه تنهج في جتتهم. ولا تيجي الساعه يا سيد المعلمين، ده انا عبد الجبار اتعشى من ولع وخدم نار. اه يا ماري يا سيد حاري. اه يلا قوم دعمك دعمك منك لله يا بصريع، منك لله يا بصريع، منك لله. Boom! 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 Bo
خوي انا. من هو؟ هذا اللي البارح اللي نقط ورشرش فلوس. هذا هو؟ اي هذا الشخصية. ما ودك نروح نسلم عليه؟ والله ودي. خلنا نتعرف. السلام عليكم. ارفق عليهم يا هاني، خلهم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا ما شاء الله من الديرة. حنا اللي شفناك البارح ما شاء الله عليك. ايه اجلس اجلس، تفضل تفضل اجلس، اسحب اسحب كرسي لخويك، اسحب كرسي تفضل استري. يلا ما شاء الله عليك البارح فتفتها فتفتها. الحين هذولي اخوانك؟ من اخواني؟ عشان مطقمين اسود مزالقين في سفلت يا ابوي. الطقس كثير قوي، فيه نسمة تصدق؟ من هو؟ الطقس ايه او فيه نسمة تهفت ايه ما شاء الله. الحقيقة أنا يعني في الصيف أجي أول أسبوعين للقاهرة، بعدين أروح أوروبا وارجع اخر اسبوعين برضها اقضيها في القاهرة. ما شاء الله ما تنمل ما شاء الله تبارك الله في القاهرة. تدل لجل في القاهرة. هم ادل ادل كل ذا المسؤولين والمدراء الفنادق وذولا ما يعرفوني كلهم. الحمد لله. الحين يعني انت تدل بيت ام كلثوم؟ كلثوم عندها قبرها الحين الله يرحمها، ما عاد عندها بيت، راح. لا هو يقصد كوكب الشرق. ايه اللي في الدلم معروف. الله يسلمك. أقول عاد اتركونا من البربرة الزايدة، ترى عرفت المحل، اليوم تحضرون عشان نروح نفت فت 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 نبي ذيك الطاولة الكبيرة اللي قدام. مزاقي ما قاعدون قبل عند الجدار هناك ذيك. يلا مع السلامة. يلا يا هيثم يا هاني وهيثم. أقول سم. السلام عليكم. أبوي يسلم عليك ويقول لك نتحاسب زي العادة. تعال يا أبوي. وش تحاسب زي العادة؟ تعرفه؟ وش ذا حمد؟ مخدرات؟ مخدرات؟ يا هيثم يا هاني راح تجيبون بقية الشباب ما عليكم. وش نبي؟ الله يعلكم يا ذا القروية. مخدرات حقات اللي يقصون. لا حول. وخل عنها وخل عنها يا وانا كلمة وانا نفس. امشوا قدامي. معنا شباب شكلين قوي شكلين قوي. خش جوه يا بيه. خش جوه يا بيه. خش جوه. خش بسرعة. مش وقت.
أول ما وصلني تليفونك يا معلم سبت اللي في يدي وكتفتهم لك وجيت على طول. وعرفتهم ساكنين فين؟ ايوه عرفنا السكة يا معلم، وبكرة الصبح حتكون حاجتهم هنية. عفارم عليك ابو دومة، ان شاء الله نردها لك في اللي بالي بالك. ماشي يا معلم، في اي اوامر تانية يا ابوي؟ أمال فين الأمانة اللي انت جبتها؟ في الحفظ والصون، متكتفين في الزريبة. طب هاتهم لي أشوفهم. أمرك يا معلم. يا برعي يا جماعة، وين حنا فيه؟ وش السالفة؟ ما حنا فيه والله يا حمود، ماني بسمع إلا صوت مكاين. أقول يا شباب، يا شباب الله يخليكم ورحم والديكم، لا تضيع علينا الطاولة حاجزين هالليلة. قوم فز انت هو، قوم. وش اللي جاء؟ قوم المعلم عايزكم، قوم يا ابن الحلال. قوم كمان انت فز، قوم المعلم عايزكم، قوم قوم. ان شاء الله يقول المعلم عايزنا. ما تعرفوش الواد، تاخذوا الحاجة منه ليه؟ وبعدين شفتوا الحاجة لقيتوها مش بتاعتكم، سيبوها وامشوا، ترموها في المية ليه؟ البضاعة دي قيمتها ربع مليون جنيه، يعني لو دبحتكم انتوا الثلاثة وقطعتكم عملتكم لحمة وعملت منكم مفروم، مش هتجيبوا ربع القيمة حتى بالهدوم اللي انتوا لابسينها. أنا أقول الله يسلمك، حنا آسفين والعذر والسموحة، يعني لو تسمحنا نروح للفندق وإن شاء الله نقدر نحاول نجيب لك الفلوس اللي تبيه ونصير خالصين. نعم يا روح أمك، تدبرون المبلغ. لعلمك شنطكو وحاجاتكو وباسبورتاتكو حتكون عندي هنا بكرة الصبح. ايوه بكرة الصبح، لو لقيت فيها فلوس تكفي يبقى انكتب لكم عمر جديد، اما اذا ما لقيت شي يبقى حخليكم تندموا على اليوم اللي عرفتوا نفسكم فيه. ما عرفنا هذا الا البارح الله يسلمك. اقول يا دكتور، تقبل كريدت كارد؟ الحين ترميها في النيل؟ ترميها في النيل مهبول انت، صاحي انت صاحي. بس هذه مخدرات. مخدرات ولا اللي هي طواعينه؟ بعدين تعالوا انتم معهم، انتم حطول عمري اجي ذا القاهرة ما قد شف زي كذا. اسمع انا حدي فتفت 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 ها؟ شك شكة شك بكا ولا اللي هي ازين من ذا الطواعين اللي احنا فيه؟ انتم معهم انتم. والله ما لنا علاقة فيهم ذولي، بس ذا النامس يا أخوي، ذا النامس قطع جلودنا تقطع. أصلاً ما ندري وين 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 حنا فيه. أنا أتوقع أني أعرف وين حنا فيه. وين حنا فيه؟ تذكرون يوم حنا في ذا السيارة ومربطين وجيهنا ويدرون فينا؟ أنا سمعت راعي تاكسي بذني يقول الزقازيك الزقازيك. الحمد لله أخوي، اسمها زقاي مي بالزقازيك حقتك، وذي بعدين تقدر تطلع لها من أي مكان في القاهرة. شو صاحي أنت ولا مهبول الله يصلحك؟ أصلاً حتى لو درينا وين حنا فيه، ما هم مخليك ذا البرديسي هو أخوياه. وبعدين وش اللي يبي يطلع من عندنا أصلاً؟ وش اللي يبي يطلع من عندنا؟ ما هو بطالع من عندنا
اقصى اقصى شيء اللي موجود عندنا 4800 باقي القطه. وش 4800؟ وين راحت قطتنا؟ ولا قاعده تشيخ عمرك وتبخشش وتفتفت بعد؟ شوف اقول عاد حدك، اقول عاد حدك. الفواتير كل شيء موجود فيها، كلش بفواتيره. اللي برا القطه برا القطه. شوف انت وين اللي تبعزع فلوسك. الحمد لله قطه بعد و4800. تبصاعين انتم، ذا بدريس يطالب 250,000 جنيه، ربع مليون. وش تسوي ذا الطفسة يا ابو نعيله انت وياه؟ اسمع انا مالي علاقه فيكم. اقول الله يسلمك، ترى الرجاجيل ما ينعرفون الا وقت السفر. يعني لو تكملنا باقي هالمبلغ وان شاء الله لو رجعنا للرياض لو نبيع سياراتنا ونعطيك. تكفى يا اخوي بدر. يا اخوي قلنا لك بندر بندر يا اخوي، تفهم انت ولا لا؟ شف شف انت وياه، انتوا بس طمنوني ان ما لكم دخل بهالموضوع وانتوا ازهلوا الموضوع، انا اتفاهم معهم طريقتي. لا لا والله والله ما لنا علاقه فيهم ابد، ما لنا علاقه. والله ما نعرفهم. اكيد ما لكم علاقه. اشوف التليفون يا هشام اشوف. ما وراك الا الزير. الزير اي السموحه. اجل حضروا لي رقم حساب المعلم وانا اتصرف ان شاء الله. يا جماعه وصلوا يا معلم. هتجيب الفلوس ولا لا؟ وشلون نجيب الفلوس يا معلم وحنا محبوسين؟ ما لقيناش في شقتكم غير 6,240 جنيه، وباقي عليكم 243,760 جنيه. جنيه ينطح جنيه. ما شاء الله، وين اللي يقول ما معنى ال 4800 وكل شيء بفواتير؟ تلعب علي؟ هذا وقتها انت، هذا وقتها الحين. انا حاطلي زياده هذه علشان اذا صار عندنا شيء ولاش. ليه ما تكون حقاني وتعرف الحسابات صح؟ لكن هين وعدك الرياض. وانت مأمل ترجع للرياض يا ابوي؟ عبرت مو تقول لي ايه؟ وش اني بقول يا ابوي؟ اقول اذا فيه خدمه تلي بانك عندك عطني بس رقم الحساب ويحولوا لك بالتليفون ان شاء الله. انا مش فاهم منك حاجه. واصل انت، انتوا مش حتطلعوا من هنا الا بتوابيت. احنا بعرضك يا باش معلم. باش مهندس. باش مهندس. فزقوم انت وهو، فزقوم فزقوم بقول لك. وراك روعتنا يا رائل. وشو ذا الهاوس كيبينج؟ لا هذا مندوبهم. اسمع انت وهو، بكره المعلم عايزكم، حضروا حالكم. لا ولا المعلم جالس بكره نولم معاريضنا. الحمد لله يا اخوي، الله يرحم والديك. قل للمعلم حقكم ذا، قل له قل نامس لعب في جلودنا لعب، جيبوا لنا شيء ولا با. ايه التعامل ده يا معلم؟ ده تعامل ما ينطاق. اتعاملنا مثل البهايم في الزرايب. حرام عليك يا راجل. شويه رحمه يا راجل، ما عندكش قلب؟ كمننا شايفنا طرطيط ما اطيع ولا كمنك ربنا اداك شرب قد كده. شويه شويه رحمه يا راجل. واحنا ما عندناش، واحنا ما عندناش. اموت نفسي وارحمنا يا راجل. ما عندناش، ما عندي قد، ما عندناش، ما عندي قد. الله، واجيب فلوس منين عشان ادفنكم يا فالح؟ اخرس اخرس، انت اللي تخرس. حقتك اخرس، قطع لسانك حقتك، خرج مال حماس. والله يا معلم اسف اسف، تكسفنا قوي بس متاسفين قوي بس انفعلت. لا تواخذهم يا معلم، شباب من حر ما ونس. خلاص خلاص، لا اقول طال عمرك انا عندي اقتراح. وش بلا ما نشتغل عندكم في هالغيط، ومن اجره عملنا خذ الفلوس اللي تبي الين نخلص.
ما هو ده اللي حيحصل يا فالح انت وهو. خدهم للرئيس محمود يا برعي. حاضر يا معلم. نعم نعم نعم. تبيني انا اشتغل؟ الحمد لله. ده على قصتي يا هاني. فوت قدامي لا افتح دماغك. اسمع انت وهو، هقول لكم كلمتين حطوهم حلقة في ودانكم. اوعوا حد فيكم يفكر يهرب، البلد كلاتها متحاصرة. سلام عليكم. عليكم السلام يا رئيس محمود، تفضل. بتعرفوا تفلحوا؟ لا والله ما نعرف، ما نعرف نفلح. لا انا اصلا انا بش اسمه اشتغل سيكيورتي بنك، وهذا بش اسمه محميد ولد خالتي موظف بالبلدية. اسمك ايه انت يا بتاع البلدية؟ انا محميد، وهذا ولد خالتي، وهذا الشيخ بندر. طب تعالوا معاي. بقولك سم، هادي النخل، اطلع لنا فوق وهات لنا منها البلح. يا اخوي ترى يعني اتفاقنا ما كان، قالوا لنا اطلعوا ذا النخل واخرفوا وما اخرفوا، كل اللي قالوا تقعدون في الارض. يعني الاتفاق ان احنا نقعد على الارض، السماء مهم معنا. نعم يا رحمك. نطلع خذ مساحتك. نطلع انا وي. اقول وش اسمك يا ابوي؟ الرئيس محمود. ونعم رئيس محمود. اقول يا رئيس محمود، الفدان هنا اود كم يسوى؟ نعم يا رحمك. النخله ذي ولا ذي اللي تبيني ارقاها؟ طريق يا عيال. ما شاء الله تبارك الله. الله يكثر خيرك يا رئيس محمود. اخوي عندكم روم سيرفيس على ذا الفطور؟ جبن مشلتت وعسل وخس وخيار. ما قصر الله يسلمه. ما شاء الله. والله وحتى حنا نشكر فيك ونقول ما شاء الله متواضع تاكل معنا. بس تكفى يا رئيس محمود، لا يدري ابو برديس لان شارط علينا الاكل على حسابنا. يا راجل كل احنا كلتنا اخوان. بسم الله حمود. انت حفالك تحفال حضرتك. هذا المشلتت؟ هذا الجبن المشلتت. المشلتت كنت فوق مبعيد مر. وش اللي لقيت؟ بلح؟ لا طلع ذي، طلعت فحال ما فيها بلح. اللي وقع من فوق النخلة من شوية. ترى مقصدونك يا توم كروز. الأمين ليه مستعجل؟ ولا احنا مش قد المقام ازاي بقى؟ اجري يا ولي، اجري قبل ما لم عليك الخالق. هبولي. Thank you.
أنا أقول يا رئيس محمود، يعني لو تسمح لنا نخطف رجلنا ونركض ندورنا ترنك، نتصل على هلنا نطمنهم، أطمنهم على ولد خالتي حمود وعلى الشيخ بندر. نص ساعة كيف يا ابني؟ ده انت عايز لك نص يوم بحاله، حتى لو كنت رايح بركوبة ما بالك بقى لو كنت واخدها مشي، بدك يومين. طيب وش السوات الحين يا معلم؟ يعني لازم نتصل على اهلنا ولازم يعرفون وين احنا فيه، صار لهم فتره طويله ما شافونا واكيد انهم قلقانين علينا. اقول لك انت ممكن تخطف رجليك وتوصل لمكتب البوسطه اللي في المركز وتسوي المكتوب اللي بدك اياه في نص ساعه. اقول الحين يا رئيس محمود، انت والمعلم ذا حقك برديسي وش قال لكم ومن ترجعون له؟ ايش تقول؟ ايه سير خير. اقول الحين يا عيال، يعني اللي بيكتب رسالة كم يبيلها عشان يعني توصل؟ انا وش دريني، تحسبني من هوات المراسلة انت وجهك؟ الا اقول يا عيال المعلم ذا ما عنده ايميل. يا اخي ايش فيك انت؟ اسال يا اخوي وش النفخه ومسوي لي روحك فيها ما شاء الله؟ تراك عامل مثلك مثلنا. نعم. تشتغل في ذا الغيط، وش شايف روحك انت؟ راحت ايام الفتفته وايام شكشكه. صح يا اخوي. طيب ورا ما يعطينا قروشنا اجل عشان شغلنا كذا في الغيطان بلاش؟ طيب وين حقوق الانسان؟ وين العمل والعمال؟ خلك علشان تعرف معاناه العمال والكفيل ومشاكل هالمساكين. تصدق بعد اللي شفته هذا بدي ترحم الخدمات والعمال مرة. إلا عيال تركونا من الشغل ذا اللي تقولونه. قولوا لي بس الحجز حقكم للديرة متى؟ شو حجزه؟ حجزكم للرياض. ما قال لك حنا بنروح صاك علينا ذا. حنا برايحين ولا بعد سنة؟ لا لا لا، الأسبوع الجاي بتجي طيارتي إن شاء الله بتروحون معي. أقول عندنا شغل في الغيط بكرة ولا لا؟ اي عندنا شغل في الغيط. أي عندنا شغل. اي نغط في النوم اجل. قبل تغطون في النوم عندي شو اسمه، يعني انت الحين وش امنيتك؟ لغز يعني لغز؟ لغز انت الحين قل وش اقوى شيء تبي؟ ودي مشتهي مراصيع ومشتهي قرصان ورز. الحمد لله مثلوثه. وانت انا يا عزيزي ودي ادخل الساونا، هم نطلع للجاكوزي شوية مساج وانطلق بمسحاتي للغيط. يا سلام. بتشتغل شغل ما حصل شيء. وش ودك انت؟ انا شفتوا ذيك البنت اللي قابلناها؟ ايه ها؟ زينة. غراي فرعاي مصبول العوارض. ودي اني اعرس عليها واخليها تسوي لي فطير مشلتت غرقان اللي شفته ششته بالزيت. بالزيت البلدي. أيوة. واقعد اكل قدامكم وانتم سعبيلكم التقاطر ولا اعطيكم. ليش ما تعطينا؟ كذا ساكنين معك هنا في البيت كذا. يا عبيد انا اخوك مريزيق. اي اسمع، حرصوا على الموعد حق الضمان حق الوالده. والحمد لله قاعدين نشتغل، والمعلم برديس الحمد لله تطامن بسم الله، ما عاد يهوش علينا ولا عاد يقول شيء، والرئيس محمود ما قصر معنا دائما يجيبنا شيء ناكله. لكن اقول ختاما سلموا لي على الماما والبابي. سلموني على شو اسمه، على امي نوره وعلى خالتي حصه وعلى عمتي هيله. كثير السلام، احنا الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر، ما علينا قاصر، امورنا كلها زينه ولا ينقصنا الا اخباركم وعلومكم. وبالنسبه لش اسمه الشهر الجاي ترى ابى ارسل انا ومحميد نرسل لكم المهيه، واذا وصلتكم بلغونا. مع السلامه. وبعدين قل لعزيز ولده يوم انك في مجلس اخوي مريزيق وذكرت ان البيت حق الاجار. اي اللي في تقاطع المعذر مع خنشليله، اي حرص عليه عشان نبي نطلع من البيت اللي حنا فيه. والعشه اللي فوق يا اخوي هذه حقه الحمام، اي خيستنا فيها، شلها يمكن احط لي فيها مكتب. وابعدني عن الدينامو حق الخزان، ابيه بعيد. يلا سلمني على الوالده، مع السلامه.
ابو الحميد اعطهم رقم السويت. ما معي قلم. أقول يا حمود ما تعملش في نفسك كده وأنا أخوك، ترى الأمور ما تنوخذ كده. حمود أنت الحين يعني مسوي فيها حب يعني؟ وش ذا الحب اللي جانا على غفلة؟ بعدين الله يرحم حالنا وحالك، وش جاب الجاب؟ ذول يحدثون عنها يقولون إن أهلها عندهم تلفزيون ملون وعندهم غيطات وكل شيء، ولها قرائب بعد يقولون في الإسكندرية، حتى يقولون لها خال بشباشي وأبوها عمده. لا لا صادق سامع عن واحد من خوالها باش تمرقي. باش تمرقي يا حمود. خذ خالاً باش مربرجي. تمرقي يا أخو اللي تقول. تعال يا حمود. هالحب هذا ذبحنا. أقول لك تراك يسر خاطري ذا الحمود. وش تبي نسوي؟ أنا أقول إن الجوازة دي حتتم، يعني حتتم. خلاص تتم ورا ما تتمش. وسع صدرك يا حمود. أكرمك الله يا رئيس محمود، بس بدنا الله يسلمك يعني تساعدنا ندورنا فدان ولا فدفانين في هالغيط، نبي نبني في ربعته غرفة ودورة مياه الله يكرمك. وليش تبغي فدان ولا اثنين؟ أقول يا رئيس محمود الحقيقة أن جمايلك غطتنا، والحقيقة الولد حمود حاب هنادي بنت عتريس. عتريس ما غيره، ونبي نزوجه، واللي يطلبونه تراني مستعد. هذه اللي خالتها اسمها حصة. يا سلامتكم عاد هنادي، بس ده موضوع محرج. أنا داخل على الله ثم عليك. أنت قلتهم وكره والعداوة ما يعملوش حبيب، ما تخافش
مش هسيبك تجرحنا ومسلك كل صحيح حبيبك خلينا حنلك كل صحيح حبيبك كل صحيح حبيبك. شوف يا ابوي جايتني 50 فيزا شرقة، إذا تبون الراس بعشر تلاف جنيه، تبون فيزا قابلوني عقب الحفلة إن شاء الله. ها تطلع في ذاك يا أبوي تكون مستقبلك، ترجع تقضي زهرة عمره في مزرعة زي دي يرمح فيها الخيل إن شاء الله. بندر توفيق. سم سم جاي. حمودي 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 حرسنا هنادي هنادي عليك وعروستنا هنادي عليك. حمودي حمود من جوا حمودي وهنادي حمودي وهنادي احلى سلام للعريس وعروسه. شكرا تحية كمان سلام ليهم كمان سلام. كمان سلام ليهم كمان سلام ليهم. خلصت اللعبة، احنا كنا بنصوركم من الكازينو لحد هنا نعرفكم ونشكركم، احنا في الكاميرا الخفية.